اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفنا معنا في الاستوديو الكابتن ماجد عبد الله. يكفي ما حقول اكثر من ماجد عبد الله، يعني المعروف لا يعرف. مساء الخير يا كابتن. اهلا وسهلا نور، سعيدين بوجودك معنا. انا اسعد. سنتين برنامج كوره، هذا اول ظهور لك، يعني ناس كثير كانت تلومنا يعني. والله خلينا نقول كل تاخيره فيها خير على ما يقال. ان شاء الله باذن الله. انا سعيد بلقائك. انا ما التقيت فيك من 2008، من يوم الاعتزال الشهير والمهيب في هذاك اليوم. ماجد، قبل ما نتحدث عن كثير من الهموم في كرة القدم السعودية، بدءا من المنتخب أو بدءا فيما يخصك أنت كماجد عبد الله، ثم ننتقل للمنتخب والكرة السعودية بالكامل، ثم سنتحدث عن نادي النصر ومواضيع تخص نادي النصر. لكن تعرف كالعادة لازم نعلق على أخبار شوت اللي موجودة معنا. في مجموعة من الأخبار المهمة: الانضباط، تحذر رئيس هجر من تصريحات المؤامرة. رئيس نادي هجر عبد الرحمن نعيم وصلوا تحذير من لجنة الانضباط أنه التصريحات التي أطلقها بعد مباراة فريقه مع الفتح في دوري زين السعودي حول الحكام، معتبرا ان هناك مكيده ومؤامره تدار من اجل انزال فريق هجر بالقوه القهريه الى الدوري الدرجه الاولى، وان هناك مراكز قوه لها تاثير مباشر على لجنه الحكام الرئيسيه لكره القدم، واشار الى انه في حال تكرار تصريحاته سيتم تطبيق العقوبه في حقه بتغريبه 100,000 ريال. هذا من لجنه الانضباط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه احب اذكر انه اي رئيس نادي أو أي إداري أو بمعنى أصح اللي بيطلع بيمثل النادي وبيدلي تصريح أنه يكون عاقل ومتزن، لأنه هذه في الأخير رياضة. إحنا ما يمكن مثلا أني أتهم لجنة انضباط أو أتهم حكم أو أتهم سين من الناس أنه هذا ناوي ينزل فريقي إلى الدرجة الأولى أو ناوي يهزمني أو ناوي أو إلى آخره. اللي بيطلع بيتكلم يكون هادي ومنضبط عشان ما يقول أشياء يندم عليها المستقبل. في المستقبل. هذه ناحية. اللي يحس نفسه أنه متوتر أو متنرفز أو بعد مباراة أو بعد خسارة المباراة بيطلع بيقول تصريح وحس نفسه أنه متنرفز، الأفضل أنه ما يطلع. هذه ناحية. الناحية الثانية، لجنة الحكام أيضا تراقب الحكام. الحكم اللي مثلا اجتهد وبذل جهده في الأخير التحكيم ما حيخلى من الأخطاء. يراقب الحكام اللي أخطأوا تتكرر، يحاولون ينبهونه، لأنه ما يمكن أنه مثلا حكم أخطأ أني أشيله، صعبة. ولا كان كل الحكم ما حد حكم. فلما يكون فيه مراقبة وكذا ومتابعة للحكم نفسه أكيد أداؤه بيتحسن. أنت تشوف أن تصريح رئيس هجر في 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 غالبا كان ردة فعل انفعالية، يعني مثلا لو مثلا سؤال ثاني يوم ممكن تكون ردة فعله تختلف. أنا متأكد من هذا. متأكد من هذا. الخبر الثاني معنا برودوميا. بقي لي واحدة. إيه تفضل. بقي لي واحدة اللي هي حقت لجنة الانضباط. إيه. لجنة الانضباط ما كثر الله خيرها عنه بتراقب المباريات وكذا، بس أرجو أن تراقب المباريات جميعها. لأنه في حالات أحيانا نشوف حالة لفريق وحالة لفريق آخر. تحصل العقوبة هنا مختلفة وهنا العقوبة مختلفة. فهنا اللي تسبب مع الأندية أو مع المسؤولين حزازيات وحاجة زي كذا. طيب الخبر الثاني، برودوميا ينال جائزة أفضل مدرب في بلجيكا، وهذه ثاني مرة ينال فيها هذا المدرب. هالموسم نسمع عنه أخبار أنه من المدربين خلينا نقول الأعلى أسهما في حتى على مستوى العالم، موجود في الدوري السعودي. طبعا في بلجيكا ما في شك انه هو كان حارس عظيم واكيد له شعبيه كبيره في بلجيكا، لكن نادرا انه نسمع عن مثلا مدرب بلجيكي. الاغلب المدربين تحصلهم مثلا يا من امريكا الجنوبيه اللي عليهم الكلام، او احيانا يجيك مثلا من المانيا، من انجلترا، من فرنسا. بلجيكا ما كانت
على البال أول. ماجد أنت دائما تتحدث في حديثك الإعلامية الفنية أنه عن أمريكا الجنوبية، أنت من هواة وعشاق فكر كرة القدم في أمريكا الجنوبية، ليش؟ طبعا ما في شك الأوروبي ممكن ينفع مع النادي، لكن لأنه الأوروبي تجهيزي أكثر من أنه خططي. لأنه النادي مثلا بيعد عنده لعيبة صغار، والأوروبي هو أكثر شيء يقدر يتعامل معهم، لكن مع منتخب يختلف، أنت بتحتاج إلى مدرب خططي أكثر من أنه الإعدادي. فالبرازيليين أو أمريكا الجنوبية، ومو شرط أنه أي برازيلي يكون ممتاز، لكن ما شاء الله أنهم كثار. بس انت يعني من هواة اللعب الكره؟ اي طبعا، لانه البرازيلي في البرازيلي في ميزه واحده، طبعا ما يحتاج الكره الان كلها تعتمد على اللياقه، وعندهم مدربين لياقه من احلى ما يكون، لكن الخلاف بينهم وبين الاوروبي انه هو يعطيك طريقته، يعطيك اسلوبه، وفي نفس الوقت يعطيك انت كلاعب مساحه للابداع، لابداعك انت. يعني الاوروبي يقول لك والله انت ما لفت طريقتي، اذا ما لفتها يغيرك على طول. لكن البرازيلي لا، البرازيلي يعطيك مجال تتحرك شوي، انت يعني كان يقول لك ورني وش عندك، ابدا، يعطيك مساحه. طيب واحنا لاعبتنا تعرف يملكون مهارات يحتاجها النوع من المساحه، يحتاج من نوع هذه المساحه. خلينا نبدا ابو عبد الله الحديث فيما يخصك انت بعد ان نشاهد هذا التقرير اللي عدوا الزملاء حول الكابتن ماجد عبد الله، نشاهد التقرير ثم نعود للحديث مع ماجد عبد الله. هلا بيك هلا وجيتك هلا، هلا بيك هلا وجيتك هلا، إن يوب الكاس وسمن يلوق له، إن يوب الكاس وسمن يلوق له، إن يوب الكاس وسمن يلوق له، إن يوب الكاس وسمن يلوق له. العب يا ماجد سجل النهدى، جمهورك اليوم من الدنيا وهتك، العب وحاول هلا راوغ وناول. إن كانت البرازيل تفاخر دائما بالأسطورة بيليه، وإن رفعت الأرجنتين رايات الحب للمعجزة مارادونا، فالجماهير السعودية تصدح دائما بترديد اسم نجمها الأول ماجد أحمد عبد الله. نعم هو الأسطورة، ونعم هو الرقم الصعب، وبالتأكيد أمثال ماجد لن يتكرروا في ملاعبنا إلا في كل 100 عام مرة واحدة. هكذا هم الأساطير، وهكذا هو السهم الملتهب الذي ألهب شباك الخصوم بأهدافه التي لا تصد ورأسياته التي لا ترد. ماذا عساي أن أقول حين أتحدث عنك؟ وكيف لي أن أصف نجما مسيرته لا تكفي كتب أن تختزلها؟ مسيرته، أخلاقه، إثر زملائه على نفسه، نجوميته، أهدافه، وهلم جر ماجد أمة كروية يا سادة. تحدثوا عنه الخصوم قبل الأصدقاء، وأبهر بأدائه جميع الأندية والمنتخبات المنافسة. ماشي ماجد نص الفريق الصيني، وهاجم ماجد، ويلا يا ماجد، وداخل 18 وداخل 18 جول ماجد أحمد عبد الله، بياخذ كوره دفاعها محمد عبد الجواد من نص ملعبنا ويسلم له هي، ويمشي ماجد ويكسر صيني واثنين وثلاثه وطقم الصين كله. قالوا عنه بانه افضل ضارب راس في العالم، ووصفوه بانه من افضل 10 مهاجمين على المستوى العالمي حينها. هنا يقولون
بأن جلاد الحراس كان سببا رئيسيا جعل جماهير الشمس تتعلق بالنصر. أما أنا فأقول ماجد عبد الله جعل للكرة السعودية معنى آخر. واسألوا من عاصر تلك المرحلة كيف كانت الكرة قبل ماجد وماذا أصبحت بعده. والله أنا أحب ماجد، لاعب المفضلين عندي يعني في يعني لاعب النادي منافس. ما لا يعني أنا بس إذا كان في شيء أتأثر عليه بالنسبة لماجد إنه ما لحق الكرة في الوقت الآن قنوات الفضائية. أنا في رأيي إن ماجد يعني لو لعب ماجد يعني في لاعبين كثير سعوديين يعني لكن أنا أتكلم عن ماجد لأنه من لاعب اعتزل من فترة يعني أنا أعتقد إنه ما أخذ حقه يعني بالرغم من كل اللي خذاه حقه أكثر من كذا. أنا أعتقد إنه ماجد من المواهب اللي أنت تكرر على مستوى يعني آسيا وأفريقيا وربما العالم يعني. اسألوا الصين وكوريا وإيران، اسألوا آسيا برمتها عن جوهرة العرب، واقرأوا ماذا كتبت الصحف العالمية عن جلاد الحراس. تردد كثيرا بأن ماجد عبد الله أسطورة تدرس، وحدث ذلك أخيرا فأدخلوا مسيرته إلى المناهج كغيره من عظماء الرياضة وليس كرة القدم فقط. إن شهد الغزال الأسمر بشعار المنتخب في لقطات سابقة تقطعت قلوب الجماهير السعودية أجمع على تلك اللحظات التي افتقدناها. وإن استذكرت جماهير النصر أهدافه ومهاراته تعصرت ألماً لزمنك يا ماجد، فنصرهم لم يعد كما كان بعدك. مو كل ماجد إلى منه لعب ماجد، هذا هو اللي يسمى فعلاً أسطورة. كم حارس استنجد بربعه وناجد، رحوا اسأل الصين عن حصنه وعن سورة. لو يعتزل في قلوب الناس متواجد 20 مليون قلب يبروز الصورة. مسفر الخثعمي كورة. طيب أشكر الزملاء اللي عدوا هالتقرير. أبو عبد الله، أول ما بدأ التقرير كان في أغنية للسعدون جابر، سألتك تذكرها قلت إيه أذكرها، لكنها مناسبة بس. أي هذه مناسبة 1399 أخذنا فيها الدوري والنادي عمل حفلة وغدى فيها الفنان الكبير. لا زلت تحتفظ بذاكرتها، لا زلت تتذوق طعمها. اي طبعا ما في شك يعني، واغنيه جميله من مطرب جميل الحقيقه يعني. ابو عبد الله في التقرير في حديث الامير عبد الله بن مساعد كان ضيف معنا في برنامج كوره، وسالته انا عن انه دائما يستشهد بماجد عبد الله، يستشهد بماجد عبد الله، وقلت له اسمه الامير انت عضو شرف هلالي. طبعا لما نقول عبد الله بن مساعد احنا عشان نعطي الرجل حقه، هو خلينا نقول قائد فكر التجديد في الفكر الشرفي في الانديه، اللي هو خلق نوعيه جديده من يعني في العلاقه ما بين عضو الشرف والنادي الداعم لكل الادارات واللي يفكر في الاستراتيجيات. يتكلم يقول انه ماجد عبد الله من احب النجوم عندي، انا اشوف انه ماجد عبد الله من اهم نجوم الكره على مستوى حتى العالم. انت لاعب في نادي النصر وهو عضو شرف في نادي الهلال، نصر وهلال. طبعا المنافسه زينه، لكن امسي عليها اول شيء، الله يمسيه بالخير. قليل جدا لما يعني ممكن مثلا انا لي اصحاب كثير هلاليين وقريبين يعني، وهذا مو بعيد، مو غلط. اي مو غلط يعني. حتى من ايام قبل ما العب امثل النادي
ايضا كان لي اصحاب حاره اصدقائي برضو هلاليين، كنا نروح نتفرج مباراه جميع ونرجع جميع، ما هي مشكله. انا عندي مؤمن ان كل واحد حر في ميوله ومشاعره. ككون الامير عبد الله ما في شك انه من الشخصيات اللي تجبرك على احترام، بغض النظر وش قال عن ماجد، لكن هو كشخصيه الشخصيات اللي تحترمها غصبا عليك رياضيا. ما في شك انه ككونه من الاسره المالكه هذا شيء ثاني، من الاسره المالكه هذا شيء ثاني، لكن كشخصيه رياضيه أي يجبرك على الاحترام، يجبرك على الاحترام الحقيقه. يسعدك انه لانه في حاجه واحده، القليل من الرجال اللي يكون رايه ثابت. الكلام اللي قاله وهو رئيس نادي الهلال، يعني المنصب والرئاسة ما غير من كلامه، قال قبل وأثناء وبعد. معناته قليل من الرجال اللي يكون ثابت على 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 على, على كلامه، ما غير يعني يعني لك كثير انك تسمع الرأي من عضو شرف نادي منافس. طبعا ما في شك، خصوصا اذا شخصيه زي شخصيه اليوم ماجد عبد الله يدخل المناهج الدراسه السعوديه. احنا نعرف انه اسمك الان راح كثيره ذاتيه راح يتم استعراضها في احد مواد الدراسه في المملكه العربيه السعوديه. انت اليوم ماجد بعد هالمسيره الطويله في كره القدم، وهالحب اللي انت تجده من كل الناس في الشارع وفي وسائل الإعلام المنصفة، الاتحادات الدولية، الجهات الرسمية الدولية، لما تجد هذا النوع من التقدير الداخلي من الدولة من الحكومة أنه تضع اسمك في لتدريس الطلاب خلينا نقول قدوة حسنة يقتدي فيها النشأ، إيش تعبيرك؟ طبعا أول شيء أحمد ربي على هذا. والشيء المهم أيضا أنه سيرة اللاعب أو الرياضي سواء ماجد أو غير ماجد، سيرته هي أهم حاجة. يعني ممكن يكون اللاعب ممتاز داخل الميدان لكن خارج الميدان سيء، فهي يعني مو كافي أني أختار فلان عشان يكون في منهج أنه كان لاعب كويس، لا، في أمور وضوابط كبيرة جدا هي أهم من أنه ككونه لاعب. سيرتك، علاقتك مع المنتخب، ما في مشاكل مع المنتخب، ما في مشاكل مع ناديك، أيضا علاقتك مع الناس خارج الملعب، أيضا في سفرك خارج المملكة، أيضا كيف الناس، كيف أنت تعامل الناس وكيف الناس كيف يروك، فهي كلها عملية متكاملة. يعني يضايقك لو وضعوا في المنهج لاعب ثاني معك؟ لا طبعا بصراحة. لا بصراحة لا. يعني أول حاجة خلينا نحن نكون واقعيين، في السابق نظرة الناس للكرة أو لللاعب أو للنادي ما كانت نظرة جيدة، صحيح معي في هذه ولا لا؟ صحيح. أوكي، بعد فترة خصوصا يوم الأندية انتقلت إلى الأندية الجديدة وقعدت فترة كذا، بدأوا الآباء يجون مع أبنائهم إلى الأندية وشاهدوا فيه الإداريين وفي ناس مسؤولين وفي كذا كذا، بدأت الفكرة تتغير شيئا فشيئا إلى أن جاء الاحتراف، أعطى صفة اجتماعية للاعب، وفي نفس الوقت أعطاه أنه هذا هذا عملك، يعني فيه مردود لك شهري. هذه أيضا غيرت مفهوم كرة القدم عندنا. الآن لما يحطوا مثلا ماجد في المنهج أو في مسألة معينة أو لاعب غير ماجد، أنا بكون مبسوط لأنه اللاعب الرياضي الآن يمكن يكون بكرة مو كرة قدم، ممكن يكون فارس أو يكون من الألعاب الأخرى. أنا بكون سعيد ومبسوط لأنه الآن الدولة اهتمت بالرياضي وخلته أنه ممكن الطلاب يدرسوا سيرة هالرياضي. فبالعكس أنا أكون سعيد جدا سواء أنا أو أي أحد من الزملاء، هذا ما يزعل أحد، ما يهمنا. المشكلة عندنا إحنا بعض الأشخاص المريضين
أنا أسميهم مريضين، اللي إيش معنى هذا في النصر عشان يكون كذا، إيش معنى هذا في الهلال يكون كذا. في 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 عينة موجودة وقديمة وما زالت موجودة، هذه هي اللي تحاول تشوه. بس أنت ما يضايقك لو مثلاً شفت يوسف الثنيان في 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 بالعكس يسعدني. يوسف الثنيان من اللاعبين الكبار والمميزين، سواء هو سواء الدعية أي أي نعم، ويستحقون نعم. طيب عبد الله اليوم ماجد عبد الله يعني لما يجلس بينه وبين نفسه ويفكر ويسترجع شريط الذكريات في هالمسيرة الرياضية وحتى على المستوى الشخصي، وش قدمت الرياضة لماجد عبد الله؟ وش أخذت من ماجد عبد الله؟ أكيد الواحد يجلس جلسات مع نفسه كذا ويسترجع المسيرة والحياة اللي مر فيها، إيش أخذت منك وش أعطتك اليوم؟ أول حاجة طبعا أنا تفكيري من البداية أنه إيش هدفي؟ أني ألعب كرة القدم. ربي أعطاني موهبة وأعطاني حب اللعبة هذه، هدفي فيها أني أخلص في لعبتي، أبغى أمثل نادي هذا اللي حبيته ولعبت له، ومن خلال نادي أبغى أمثل منتخب بلدي وأعطي كل ما أقدر. وإذا حققت نجاحات أحمد ربي وأبغى أحقق نجاحات الأخرى، إلى أن اعتزلت، وهذا كان تفكيري. يعني ما لعبت الخمس سنين ست سنين قلت لا والله أنا لاعب كبير ووقفت، لا، قلت أنا خلاص لما خلصت اعتزلت الكرة هنا أقول خلاص وقفت التعليم، ولا كل سنة أتعلم، وهذا مدرب كويس أخذ منه، هذا مدرب وسط أخذ منه، هذا مدرب سيء برضو أحصل منه عنده، إلا ما يكون عنده شيء، إلا يكون عنده حاجة. فهذا كان طريقي وهذا كان أسلوبي، بالرغم أنه مثلا حصلت مثلا مضايقات من بداية، طبعا منافسة موجودة من صحف خصوصا من الصحف الوسطى، في مضايقات من بدايتي، ومع ذلك ما اهتميت لأنه لي هدف، ولعبت 22 سنة ما تغير فيني شيء، ولا حاولوا يغيرون فيني شيء. وهذا أيضا رسالة للاعبين الآن، اللي يمدحك لا تأخذ المدح كثير، واللي ينتقدك برضه لا يأثر عليك. وش طب وش أعطتك الرياضة؟ طبعا ما في شك الرياضة يعني أعطتني أشياء كثيرة الحقيقة. يعني عندك كفاية لما طول مشوارك الرياضي وأنت الآن اعتزلت، ولي تقريبا 10 سنوات عن الاعتزال، والناس راغبة فيك، هذيك بحد ذاتها يعني تشعرني دائما بسعادة كبيرة. الشيء الآخر لما يجيك تكريم أو أحصل على مثلا جائزة بعد ما بطلت، أيضا هنا يعطيك إحساس أنك عملت. لا زلت تجد نفس الحب في الشارع ماجد اللي الحمد لله اللي كنت تجده سابقا؟ نعم، يمكن أكثر بعد. أكثر؟ يمكن أكثر، الحمد لله. أنا علاقتي بالناس خارج الملعب جيدة جدا، يعني سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. لهالسبب الناس مثلا بتتمسك بهالنجم. يعني أنا لو كانت مثلا سلوكي أو معاملتي مع الناس هي ما تتقبلني، فالحمد لله أنه ربي أعطاني هالحبل بيني وبين الناس، هالود العظيم، وأنا أعتقد هذا شيء كبير جدا. الحاجة الثانية أيضا، يعني ما كنت مثلا في يوم من الأيام أنه ممكن يكون بيني مكالمة بينه وبين ملك، هذه ما يمكن ما ما ولا خطرت في بالي، بين مسؤولين، بين ناس المسؤولين كبار ايضا في كرة القدم. وصلتك لها المرحلة طبعا ما في شك. لو قبل ما اروح للفاصل ابو عبد الله، لو عاد الزمان مره اخرى راح تختار نفس الاختيارات ونفس القرارات اللي اخذتها؟ طبعا ما في شك، لانه في 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 قرارات اخذتها خطا، في مباريات لعبتها خطا. انا دائما استفيد، ما يمكن لاعب يكون دائما في حالة جيدة، لكن حتى في الحالات اللي ما تكون فيها جيدة أنا أستفيد منها. عندك تويتر؟ تويتر لا، ما عندك حساب في تويتر؟ ولا عندي حساب في تويتر. ما حيكون عندك حساب في تويتر؟ يسألون والله الناس. لا ما حيكون عندي حساب في تويتر، لأن أنا ما أحب التويتر. أوكي. مع أنه في ناس كثير يقولون والله في واحد ما أخذ شخصيته وكذا وكذا وكذا، يتحمل. أنا يا جماعة ترى ما عندي سريعك أصحاب، ما عندنا تويتر ولا نبغى تويتر. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.